مثلا آل سعود على سبيل المثال، هم أصدقائهم المقربون لا يتحدثون عنهم بكلمة واحدة، هذا نموذج. وكما تعلم فالغرب دعم السعودية مؤخرا لكي تكون في مجلس حقوق المرأة في الأمم المتحدة مثلا، يعني أو في مجلس حقوق الإنسان. لا يفوتنا تقديم الشكر لكل الدول التي وقفت معنا من أشقاء عرب، وهناك دول تنفذ ما يطلب منها. أما تلك الدول التي تعرفونها فهي لم تدخل العروبة ولا تدخلها، لأنها لا تمتلك تراث ولا تقرأ التاريخ. لا يفوتنا تقديم الشكر من أشقاء عرب. إذا كانوا يعتقدون بأنهم بالمال يشترون بعض الجغرافيا هنا أو يستأجروا ويستوردوا بعض التاريخ من هناك، فنقول لهم بأن المال لا يصنع أمم ولا يخترع حضارات. لا يفوتنا تقديم الشكر من أشقاء عرب. أصحاب أنصاف المواقف أو أنصاف الرجال. لا يفوتنا تقديم الشكر من أشقاء عرب. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد. فخامة الرئيس الدكتور، إيه والله أيامك يا أبو البيش. استقبال رسمي من قبل السلطان بذات نفسه وسجاد أحمر واستعراض حرس الشرف. تعرفوا شغلة؟ مصادري الخاصة من القصر الرئاسي بسوريا قالت لي إنه قائدنا ما نام 3 ليالي من الفرحة والسعادة من وقت ما رجع من عمان، لأنه بال 12 سنة الماضيين حلفائنا الروس الله يهديهم كانوا عم يشحنوا رئيسنا شحن أنتوا أكبر قدر بالطيارة، أو كانت زياراته النادرة على المخفي وبشكل سري ومن دون أي مراسم بروتوكولية، أو بيلحشوه بشي كراج. لذلك عرفتوا ليش طلع قائدنا على إنقاذ المنكوبين بحلب هو عم يضحك؟ هذا غير إنه شمتان بموتنا، وكمان كان قلبه عم يقله وأخيرا فرجت، والفرج مفكر إنه رح يطلعه من تحت هذا الركام يلي واقف عليه. بس لأيمت رح تستمر ضحكة وفرحة بشار يا ترى؟ من بدايتها لك ايدي على راسكن. في شخص بيعتبر حاله رئيس دولة وهالدولة تبعته ضربها زلزال خلف آلاف الضحايا وشرد مئات الآلاف ودمر أحياء بأكملها، بيقوم بيترك كل هاد وبيطلع على بلد تاني وبيكمل ضحكته هنيك مشان قال إنه والله في زيارة عمل. ورح كررها مجددا، هاي الحركة ما بيعملها إلا ابن حق. من هذه الزيارة أهميتها اليوم دلالات التوقيت. لك والله كأنكم كنتوا بقلبي، بس فعلاً شو صار هالتوقيت؟ الانفتاح العربي على سوريا وإن كان انفتاحاً يعني له علاقة بدبلوماسية الزلازل، كانت هناك مجموعة من الفرص، لكن يبدو أن الفرص تكبر شيئاً وشيئاً، وإن كان عبر خلفية ما يحدث ما تحدثه الطبيعة. ما تحدثه الطبيعة يسرع عملية ترميم هذه العلاقة. شفتوا وسمعتوا؟ هذا إعلامنا الوطني خارق الذكاء، حكاها بشكل صريح وواضح، والمعنى إنه لنفترض مثلا في رئيس منبوذ وصفته دول عربية وغربية ومنظمات أممية بمجرم حرب وكان سبب بقتل مئات الآلاف وتهجير نصف شعبه، وظل سنين هالرئيس المنبوذ سافه إنه يستقبل رؤساء من نمر رئيس أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وطبعا هدول المناطق فصلها الروس عن جورجيا وأطلق عليهم بوتين اسم دول وقال له لبشار اعترف فيهم واستقبل رؤسائهم. الرئيس الصدفي أو المنبوذ بضل سنين ينتظر فرصة، ولو هاي الفرصة اجته من زلزال مدمر مثل ما سمعتوا إعلامنا الوطني، وهي اسمها دبلوماسية الكوارث. مدري الزلزال، مدري دبلوماسية الفواجع والمآسي، يعني ناس بتشوف فيها كارثة بتدمر حاضرة ومستقبلة، وناس تانية بتشوف فيها فرصة ولازم تقتنصها. ومعلمنا بقى على قولة عمر الشغري، هو ليس فقط صاحب السلطة وصاحب السعادة، هو أيضا صاحب الفرص. وفعلا ومن أول ما صار الزلزال وفرطت مسبحة الفرص على قائدنا المفدى، شيء اتصالات من قادة دول ما حكوا معه من أكثر من 12 سنة على زيارات نوعية لوزراء خارجية بتصير للمرة الأولى كمان، وفي جماعة كانت عند بشار الأسد قبل الزلزال أساسا ولكن بعد الزلزال كمان إجت مرة تانية مشان يتأكدوا أنه بشارهم بخير، على مسؤولين كبار من الأمم المتحدة وطائرات إغاثة بالعشرات، على دعوات لفك الحصار والعزل عنه بحجة مساعدة المتضررين، وأمريكا علقت العمل بقانون قيصر. لك حتى السعودية اللي كانت قبل بسنة بس أكبر معارض لعودة الأسد لجامعة الدول العربية أدلى وزير خارجيتها من كم يوم بتصريحات بتشير إلى أنه ممكن يكون في حوار مع النظام. طيب وهلأ بنرجع لإعلامنا الوطني مشان يخبرنا أكثر شو الترتيب. المفاوضات التي تجري خلف الأبواب من أجل يعني تقديم رؤية جديدة للعلاقة العربية
السورية. وانطلاقا من هذا الكلام أنا حابة أسأل سؤال، بشار حاليا على رأس شبه دولة، وشبه الدولة هاي مفلسة مدمرة ومقسمة، وبشار وحلفائه كلهم على بعضهم مسيطرين على شي 60% من سوريا، وهي المنطقة فيها عشرات الميليشيات الأجنبية الطائفية والمجرمة وأربع جيوش نظامية لدول أجنبية. يعني بس اللي بدي أفهمه شو رح تستفيد بعض دول الخليج تحديدا من إعادة تعويم بشار؟ لك بس ابحثوا على جوجل وشوفوا عشرات الشحنات الكبيرة من الكبتاجون يلي تم ضبطها، وهي بس اللي انضبطت ها، واللي كان عم بيبعتها بشار واخوه ماهر لحتى تدمر بنيه المجتمع الخليجي عموما والسعودي تحديدا. بس اوعك هلا حدا ينطلي ويقلي نكته انه هدف التقارب لبعض دول الخليج والله كرمال ابعاد النفوذ الايراني عن سوريا. طيب على سيره النكته رح ردها بنكته. هذا بزمانه وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي زار دمشق بعام 2019 واشترط على الأسد أنه كنس إيران من سوريا لحتى تنحل كل مشاكله مع العرب ومع الغرب كمان، وهذا اللي كتبته صحيفة عكاظ للسعودية بالحرف وقتها. ومن هداك الوقت ولهلأ صار العكس مثل ما بتعرفوا. وإذا بدكن هاي الإخبارية السورية جايبة محلل حاطط عمامة، يعني واضح خلفيته من وين، مشان يقلكن هالجملة هاي. ما يجعل العرب يعودون إلى دمشق هي موازين القوة التي فرضها الجيش العربي السوري وحلفائه على الأرض. سمعانين شو قال؟ الجيش العربي السوري وحلفائه. شو؟ حلفائه. ونحن كشعب سوري وانتو كمسؤولين تعرفوا انه ايران تحديدا هي اللي عم تتحكم بكل تفصيل حكم بشار الاسد. يا جماعة قائد فيلق القدس الايراني كان بحلب بعد الزلزال لك حتى قبل ما يجي بشار، وللتأكيد فيلق القدس نفسه هو يلي دائما كان يهدد الخليج والسعودية تحديدا. قائد فيلق القدس نفسه يلي اعترف بدعم ميليشيات الحوثي باليمن مشان يستهدفوا السعودية وامنها وشعبها. استخدام بشار لأزمة الزلزال كفرصة لحتى يفك العزلة وتنظيف سجله الإجرامي دفع أمريكا وعدة دول غربية من أنه تحذر من إعادة التطبيع معه. وصحيفة The Sunday Times البريطانية وصفته مجدداً ببشار الديكتاتور، وقالت أنه كارثة الزلزال جاءت لحتى تمثل فرصة بشار الأسد وعائلته لحتى يمحو الأدلة على الجرائم البشعة يلي ارتكب نظامه، بل وكمان ليطالب العالم بتمويل إعادة الأعمار. ومجلة إيكونوميست قالت أنه بشار الأسد لا يريد أن تفوت مصيبة جديدة حلت بشعبه. والفاينانشال تايمز نبهت أنه لا تعطوا الأسد جواز سفر مجاني بسبب الزلزال. وختام هاي الحلقة يا جماعة ما رح تكون من عندي، بل رح نختمها برسالة حكاها بنهاية عام 2021 المندوب السعودي بالأمم المتحدة عبد الله المعلمي. سلام. لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعيا النصر العظيم، فكيف يمكن لنصر أن يعلن بين أشلاء الأبرياء وأنقاض المساكن؟ وأي نصر هذا الذي يكون لقائد على رفات شعبه ومواطنيه؟ لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة، وهم أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله الإرهابي زعيم الإرهاب في المنطقة والمنظمات الطائفية القادمة من الشرق وشرق الشرق. لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يسعون للسلام، وهم الذين سمحوا لموجات المتطرفين والمطبلين والمطبرين باجتياح سوريا.